يقول: كتب في ظلال القرآن والعدالة الاجتماعية وإحياء علوم الدين، هذه الكتب فيها خير ولكن فيها دخن. السؤال: إذا كنت واعظا أو كاتبا، هل يجوز لي أن أنقل الخير من هذه الكتب؟ الله أغناك عن هذه الكتب، في كتب السلف وكتب أهل العلم والأئمة، ارجع إليها واترك الكتب التي فيها مقال أو فيها نظر، اتركها، ما فيها من خير فهو موجود في الكتب الموثوقة المعروفة، وما كان فيها من شر فأن تسلم منه.